بسم الله الرحمن الرحيم. جمعة مباركة على الجميع. والآن نستعرض برنامج باسم هاشتاغ ناس 4C، وهو برنامج لتقييم عيادات 5 تخصصات. ومعنا اليوم مستر سيب سوري، ومعنا المهندس شريف، وأنا أتحدث إليكم المهندس عادل. وفي هذا التسجيل الذي سيكون محتوى لمجلة جاج أو جاج ماجازين بتصريح من لندن، والمجلة تتبع لشركة مكة سمارت للتدريب، شمس مصر للتدريب، والتي ستصدر قريبا إن شاء الله. ونتكلم عن برنامج تقييم العيادات وهو باللغة العربية، سماه المهندس شريف أعافى. الألف للألم، والعين حرف العين للعين، العيون عيون حرف العيون، والحرف الألف اللي بعده للأذن أذن، وحرف الفاء للفم، وحرف الألف الأخير للأنف. إذن عندنا 5 عيادات: عيادة دكتور طب ألم، وعيادة دكتور طب عيون، وعيادة دكتور طب أنف، وعيادة دكتور طب فم، وعيادة دكتور طب أذن. فنلاحظ إن عندنا 5 عيادات أو 4 عيادات في منطقة الوجه، وعيادة الألم في كل الجسم، يعني الألم يكون موجود في كل الجسم، في أي مكان في الإحساس، الجلد حتى داخل الجسم مثل العظام صحيح. طيب، هنا سيكون تسجيل خلف محتوى المجلة، يعني المجلة حتكون للقارئ يقرأ فيها، وفي الخلف إعلانات نسجل المستهدفين فيما يخص العيادات، وأيضا جميع الخدمات التي تخص هذه 5 المجالات، وحتى في التعليم. فنذهب معكم إلى الشريحة التالية. في هذه الشريحة نلاحظ، طبعا ننظر دائما في الأعلى،
تجد التأشير، هذه عبارة عن صفحة المجلة، يعني هنا النص، يعني الشخص يقرأ المجلة بهذا الشكل. فهنا صفحة محتوى، وهنا صفحة أخرى، ثم صفحة أخرى في الصفحة في اليمين من القارئ، هنا الجهة اليسار، وفي الخلف عندما يقلب الصفحة هذه تجد مساحة فارغة للإعلانات العيادات و فنعود طبعا احنا ننظر الى الاعلى، الجزء الاعلى هذا، فسيسجل بالنسبة للعيادات. طبعا اسمينا العيادة هنا MD Physician Clinic، وهاشتاج MDPC سيكون المحتوى في تويتر يخص الإعلان للعيادات. ثم لدينا تخصيص باللون الأحمر، عندنا حروف، يعني المهندس شريف اللي أسماها أعافة، وهي لها معنى، يعني مثلا هناك علاج، فلما نقول أعافة يعني هل عافة، يعني هل، فأصبحت كلمة سهلة للتداول، وهي تدل على البرنامج. وأعافة فيها 5 حروف تشمل التي ذكرناها. فهنا بالأحمر الحرف الأخير يربط مثلا بالأذن. معكم مرة أخرى، هنا لا نجد تغيير. ليس هناك أي تغيير. هنا تغير الحرف إلى الفاء، فهنا معنى عيادة الفم، ونلاحظ الرقم بيتغير. يعني في التويتر كل هذه هي هاشتاج، فما بيتغير إلا الرقم. إذا تغير الرقم 4 حتى لو ما تغير اللون، معروف إنه الفاء. يعني في التغريدة ممكن ما يتغير اللون، خلاص رقم 4 محجوز للفاء للفم. الفم. هنا الألم، هو بالعربي همزة ألم، واخترنا له رقم زيرو، الصفر، يعني رقمه XI55 أو 550,000، 550,000، فهذا رقم الألم اللي هو منتشر في كل الجسم، يعني ممكن حتى الإنسان يشعر ألم في بطنه أو في قلبه أو في كذا، يدل على وجود مرض مرض. وهذا ما قاله ريموند فرانسيس، الألم هو مرض، وإذا كان في العظم معناته في مرض في العظام، إذا كان في القلب في مرض في القلب. طبعا الدكتور بيكتشف يعني التحويل أو التحاليل بتكتشف، فلو كان في ألم أو حتى ما في ألم قبل وجود الألم، لو تأخر الإنسان يطلع الألم، أو في العين أو في الأنف أو في كذا. نلاحظ هنا العين، يعني كل ما يخص العين سواء عيادة سواء الأدوية سواء الجراحة، طبعا العيادات نهتم ان نسجل الجراحة، هم اكثر ناس خبرة بالجراحة في المكان اللي ينقل الحاسة من الحواس الخمسة. الحواس الخمسة هي ايش؟
النظر البصر والسمع والشم والذوق اللي هو في الفم والألم اللي هو في كل الجسم والسمع ذكرنا خمسة. فهنا العين فكل ما يخص يعني الإعلانات كل ما يخص سواء في التقييم في الأجهزة في المريض في الطبيب في الممرضة في كل. وهذه الخمسة كل ما يخص اهتمام الإنسان في صحته. وهي لو حدث الألم معناته حدث المرض كما قال ريموند فرانسيس في كتابه Never Be Sick Again. لا نريد أن نطيل التسجيل عن 20 دقيقة. ونركز على هذه الصفحة وهذا المكان اللي أشر عليه بعدين ننتقل لأماكن أخرى. فإذا المستهدف هاشتاج MDBC يكتب هنا مثلا جراح عيون يكتب هنا اسم العيادة نيم يعني بعد MDBC يكتب الاسم والعنوان يدخل في العنوان الكول سنتر رقم الاتصال كان مسجل معانا ففي ارقام للكول سنتر فالاتصال يتم في الادرس اما الاسم فهو اسم الدكتور صاحب العيادة. طبعا عندنا نحن عنوانه بعد ما يتصل بينا بالكول سنتر نديله العنوان ياخذ معلومات. ممكن يكون عندنا 10 من هذا التخصص اللي هو مثلا الاذن اللي هو باللون الاحمر اللي هو رقمه 8 يعني حنحفظ نحن مثلا الالم رقمه 0 رقم 8 الكذا هنا وزعنا. وإن شاء الله طبعا لما تطبع المجلة الكل يقرأ هذه التفاصيل ويعرف ولما يتصل يسألوا مثلا يجاوب في الكول سنتر تبي تستفسر عن رقم كام قال رقم 8 نديله الأسماء جميعا اللي في رقم 8. طبعا برضو في الكول سنتر يعرف أنه 8 خاص بالأنف مثلا أو كذا رقم 8 في الأذن هنا ما شاء الله رئيس الكول سنتر